من يحزنون. ماذا لو اتحد العرب؟ يجيب عن السؤال تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، تقرير مهم، السؤال الحرج الذي تتجاهله الأنظمة العربية. ماذا لو اتحدت الدول العربية؟ النتيجة 5 تريليون و990 مليار دولار إجمالي الناتج القومي المحلي، المرتبة الرابعة، ده بيخليها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. المساحة الإجمالية للمنطقة هتكون 13 مليون و500 ألف كيلو متر مربع، وبكده بتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. عدد السكان هيبقى 385 مليون نسمة، وده بيخلينا في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. الجيش العربي هيتكون من 4 مليون جندي، 9000 طيارة حربية، 4000 طيارة هليكوبتر، 19000 دبابة، 51000 سيارة حربية، 84 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة في السودان بس بتنتج سنويا 760 مليون طن قمح، امسك أعصابك، 370 مليون راس من البقر، تقريبا بقرة لكل مواطن، 410 مليون راس خرفان، 850 مليون دجاج. تغطية 8% بس من الصحراء الليبية بخلايا شمسية بيكفي الإنتاج 20 مليون ساعة جيجا وات، وده بيكفي لاحتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء. 24 مليون برميل يوميا إنتاج اتحاد الدول العربية من النفط، وده يعادل 32% من إجمالي الإنتاج العالمي. 29 مليار دولار سنويا قيمة الزكاة، 2.5% من إجمالي الأموال المحفوظة دون تشغيل. أموال الزكاة بس تخلينا نبني كل سنة 25 مدينة، 10 مستشفيات، 20 مدرسة، 3 مطارات، 7 جامعات. العرب سيكتسحون العالم. ما تكلمناش عن حجم التجارة البينية المهول، ما تكلمناش عن عروض سياحية ومدخول سياحي لا يمكن تخيله، شواطئ، أثار، غابات، سفاري، سياحة دينية، اتغدى في سوسة وتعشى في مراكش، غنينا عشرات الأغاني وألفت عشرات القصائد عن وحدتنا، لكننا ما بنتحدش. طب احنا ما بنتحدش ليه؟ عشان بأسنا بيننا شديد. ليه؟ عشان ما فيش شعوب بتختار قائدها غير مسموح، اللي بيختار حكامك اعدائك او في احسن التصورات منافسيك، وحدتك هتضربهم في مقتل. ما بنتحدش ليه؟ عشان هناك خونة يجلسون على عروش. البند الاول في الوصول او البقاء على كرسي العرش بيقول الا الوحدة، موتوا بعض، حربوا بعض، عيروا بعض، لكن اياكم ثم اياكم ثم اياكم ان تتحدوا مع بعض. اكس لن تسمح ببقاء دولة قوية بجوارها، زد طمعانة في اف، اتش بتموت ان، كله مع ضد بعضه. ما تقلقش، هنبيع لك سلاح وهنبيع له سلاح، هندعمك جهرا وندعمه سرا. امتى نتحد؟ عندما يبعث الله رجلا يخلص الامة من الخونة، او اذا شئت الدقة يطهرنا من الخيانة. ولما يطهرنا من الخيانة هيقضي على السرطان المزروع في جسد الأمة، عشان نبقى أمة يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله.